مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء التنظيف. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن نية الشهر اللي هي التنظيف. إذا ما كنت ما حطيت النية بليز حط النية معنا، وإذا ما حطيت خلفية الجوال حط خلفية الجوال المعبرة. وإذا ما شفت الفيلم شوف الفيلم، يمدحون الفيلم، في كثير متحمسين لمناقشة الفيلم. شوف الفيلم، راح نناقش الفيلم قرابة منتصف الشهر. وبرضو عندنا 6 مواد موجودة على الموقع sumaya36sign.net تساعدك في نية هذا الشهر. عندنا سول ديتوكس، الوعي الطفولي، الموسيقى التحولية، عندنا تطهير روحي من خلال التنفس، عندنا تنظيف الجسد الفكري، وعندنا تنظيف الكارما اللي راح نتكلم عنها أكثر اليوم من خلال تنظيف كارما العلاقات. طيب، كل التفاصيل موجودة في الموقع، تدخل sumaya36sign.net، فيه صفحة اسمها أحداث الشهر، فيها كل شيء عن الشهر، فيها كل التفاصيل، الفيلم، النية، خلفية الجوال، كل شيء موجود. أوكي، طيب يا جماعة، الله يقويكم إن شاء الله. أصدقائي في فلسطين، الله يقويكم ويعينكم. هو أي شخص في فلسطين برضو، ترى خلينا لكم طاقة الأزمات مجانا. طيب، موضوع اليوم ذو شجون. تنظيف كارما العلاقات. أول شيء أبغى أقول لك قبل ما ندخل في عمق القصة هذه، إنه كثير من الناس، أو خلنا نقول أغلب البشر، عندهم مشكلة علاقات. قد تكون المشكلة بسيطة وعادية، وقد تكون المشكلة عميقة لدرجة أنها تعتبر الفيل الأبيض في الحياة. وفي ناس، في عدد لا بأس فيه من الحياة يحملون هذا القصة، يعني عدد لا بأس فيه من البشر هم يعني متورطين في موضوع العلاقات، حد أنه هي عقدتهم اللي جايين يحلونها في هذه الحياة. لهالدرجة. لذلك هذا الموضوع كبير ويلامس كل الناس، وتحس انه كل شخص عنده زاوية من موضوع العلاقات، او ملف في موضوع العلاقات. وتلقاه مرات انك انت مهما اشتغلت ومهما ضبطت، يطلع لك هذاك الشخص اللي يعني كذا يوقف لك هنا، يحوس الدنيا، يلخبط الدنيا، تقول اوه لو هذا بس، لو الامور لو كذا. فتلقى يعني موضوع العلاقات يعني متورطين فيه البشر بشكل كبير. وطبعا الميزة اللي موجودة في العلاقات انها هي، يعني اللي عنده مثلا الفيل الابيض هو العلاقات، الميزة اللي موجودة فيها انها مثل السبورة السريعة اللي توريك المعلومات او البيانات اللي انت واصل لها. لكن الميزة السلبية فيها انه بطيئة التنظيف او بطيئة التغيير، لانه الموضوع مو بيدك 100%. بخلاف بعض الكارمات، مثلا بعض الكارمات يكون الموضوع عندك انت، عندك يعني في جيبك تقريبا 100% انت مسؤول عن الموضوع، بس في العلاقات لا، في مسؤولية تجاه الطرف الاخر، فانت لازم يعني تدور الطاقة بطريقة معينة عشان نحل الموضوع وننظف الكارما. فمرات الطرف الاخر ما يكون اصلا يبغى يحل الموضوع، وهذا اللي يخلي انه وجود اختبارك في دائرة العلاقات انه جيد، بحيث انك انت تفهم نفسك، تعرف التغيرات اللي صارت في حياتك، تعرف وين انت واصل. لانه دائما الاشخاص اللي حولك هم مرايتك، هم يعلمونك انت وين.
سواء كانوا جيدين أو رديين، هم انعكاس لك، فهم طول الوقت يورونك القصة وين وصلت، يورونك أنت وين وصلت والقصة وين وصلت. لكن لما تقرر أنك أنت تنظف هذه العلاقة أو تنظف هذه الكارما، يصير الموضوع ثقيل وما هو سهل وما هو هين. فما بالك أنه في الأثناء أنت تقعد تحاول تفهم أصلا وش الموضوع، وش الموضوع يعني، وش القصة اللي مطلوب أني أفهمها، وش الموضوع اللي مطلوب أني أفهمها. طبعا كارما العلاقات لها أشكال متعددة، أحد أبرز أشكالها أنه يجيك أحد يفتري فيك. أحد أبرز أشكال كارما العلاقات أنه يجي أحد، يعني الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا، يعني تقعد لك في هذه الحياة، ما يعني تقلبها يمين تقلبها يسار، وش أنا سويت، وش القصة، وش قاعد لك قاعد لك، يعني يقلب حياتك إلى جحيم. شيء يعني يوريك نجوم الظهر، متسلط، قاسي، ممكن جسديا، ممكن نفسيا، ممكن فكريا، ممكن يسوي لك غسيل دماغ، ممكن يعني تقلبها من كل جهة، تقول وش هالسلطة، وش هالبهذلة، هو ليش كذا متسلط عليك، ما أخذ الريموت كنترول منك، مبتليك، كل شوي مطلع عليك سالفة، كل شوي حاطك في موقف، كل شوي مورطك في قصة، تقول وش أنا وش أنا مسوي لهذا الشخص ليه. فهذه أحد أبرز كارمات العلاقات وأكثرها وجعا يعني وإذاء، تجيك يعني علاقة يعني يمكن حتى مرات قبل ما تتخلص 21 كذا، يعني من يوم تبدأ 21 وأنت تكتشف إنه أنت يعني عالق في أحد يعني مبهذل فيك، مبهذل فيك. وهذا اختبار يعني كبير في الحياة، اختبار يعني ما هو سهل ما هو هين، وعلاقة كارمية موجعة ومزعجة، ممكن يعني تطلع في الأخير إنسان مشوه عشان هذه العلاقة، مشوه، ما تعرف أنت مين، وين رايح، ش عندك، ش هويتك، ش قصتك، وش ولا شيء، لأنك تشوهت من خلال هذا الإنسان. تفكر تقول أنا وش سويت، أنا ذبحت أمه، ذبحت أبوه، أنا اللي كنت في طفولته يعني، أنا اللي أسأت لطفولته، أنا اللي عيشته في طفولة رديئة، ما لي دخل، أنا سرقت فلوسه، أنا أخذت لقمة عيشه، ولا شيء ولا شيء. فتكتشف إن إيش، إنك أنت قاعد في أمان الله وفجأة أحد تسلط عليك كذا. فهذه من أقوى الأشكال الكارمات العلاقات، وغالبية الناس يحسون أنهم هم يفكرون شلون يفكون هذه الكارما أو يفكون هذه العلاقة أو يبتعدون عنها أو يهربون منها، أو يكون عندهم طموح عالي كذا يعني وأمل وكذا، ويقولون شلون نتسامح وشلون نعفو وشلون نصفح وشلون كذا، يكونون حضروا كلاس عند مدرسة الأمل الزائف وكذا ومرة يعني حسوا إنه الأمور وردية، فيقول لك خلاص أنت تسامح معه وأعفو عنه، صدقني بيعطيك الريموت كنترول، بيقول لك سوري أنا اكتشفت إني غلطان، تفضل الريموت كنترول. وبعدين يعيشون القصة ويسامحون ويحاولون يقدمون عفو ويسوون مديتيشن وكذا وكذا، وبعدين ما يرجع الريموت كنترول، ما يرجع، معنهم سامحوا وقدموا العفو وسووا ولا يرجع الريموت. بعدين يكتشفون انه الموضوع ما يشتغل كذا، فيعرفون انه طريق هذه العلاقة الكارمية هو طريق مؤلم، طريق مؤلم ما يحتاج ما يحتاج يعني ما اقدر اطبطب يعني واجاملك في هذا الموضوع، لا استطيع لا استطيع. تقدر تروح عند مدرسه الامل الزائف يعني يضفون لك شويه من الالم ويساعدونك ويقولون لك اتس اوكي سوف تتسامحون، الحياه ورديه والعفو كم، بس ما اقدر، انا ما اقدر اقول هذه الاشياء لانها هي كذا علاقه كارميه، هي جلد وجليد هاي طبيعه العلاقه، هي كذا هي قصتها كذا، ما تقدر انت تحطها في كاتيجوري ثاني، هي قصتها جلد وجليد، خذ واسحب، اوكي
خذ الريموت كنترول بغصب واسحب الريموت كنترول. فطبيعة هذه العلاقة قاسية قاسية، يعني ما تقدر يعني تحط تذر عليها شوية يعني بهارات وتذر عليها شوية تسامح وكذا بعدين يطلع الوضع يعني جميل ويعني كيوت وكذا، ما تقدر ما تقدر. تقريبا هي قصة من أحد حروبك اللي راح تخوضها في الحياة، أحد القصص اللي أنت لازم أنت يعني بتنجر على الشوك كذا، بتنجر جر عشان تستوعب أنك أنت في حرب. في ناس بعد الجر بعد مو مستوعبين أنهم في حرب، يروحون يعني يلزقون الجروح وكذا. فعشان انت يعني تستيقظ محتاج انك تفهم انها فعلا علاقة كارمية مؤلمة تحتاج الى يعني ادوات الحرب وكذا، وانه الموضوع ما هو يعني ما هو وردي ولا هو يعني موضوع هين، وقد يكون عنده عمق اكثر مما نتصور. يعني زي ما قلت لك لما تسأل مرة تقول انا وش سويت له، انا وش سويت، وش سويت يوم اني اتأذى هالأذية هذه، كل هالأذية هذه من الشخص، وش سويت؟ وش سويت؟ ما سويت شيء. فعلا فعلا ما سويت شيء، ليش ليش اتأذى كل هالأذية؟ فهنا يعني انا اطلب منك انك انت تفكر في الصورة الاكبر، تفكر في قصة اكبر. قد يكون في ابعاد اخرى في الموضوع، قد يكون في عقود روحية، قد يكون في التزامات من مكان اخر. وهذا يخليك انك انت لازم تكمل القصة بطريقة صحيحة kind of، يعني لما هي الروح حطتك في هذه القصة عشان تكمل القصة بطريقة صحيحة. فهذه اكبر كارمات العلاقات صراحة، احد الانواع الكبيرة في كارمات العلاقات، وهي يعني كارما عشان تنتهي لازم تبدأ، وعشان تنتهي هي ممكن تنتهي ممكن تنتهي. عندك دور، ما أقول إن عندك دور 100%، بس عندك دور قد يكون فوق 50% خصوصا إذا كان عندك الوعي حاضر. فأنت لما تعرف إنه عندك علاقة كارمية، تعرف إنه أنت في قصة، في قصة ما هي هينة، في قصة فيها يعني يعني فيها خلافات وفيها يعني أدوار صعبة، وممكن تنحشر إنك أنت تنحط في أدوار شريرة، ممكن تتهم بأدوار شريرة أصلاً. المهم أنك أنت تكتشف في الأخير أنه أنت عندك دور أنك تدافع عن نفسك، عندك دور أنك تواجه، عندك دور أنك أنت تأخذ حقك، عندك دور عندك دور عندك دور عندك دور. فتفهم كيف يتم التعامل مع العلاقة الكارمية، ولما تخلص تكتشف أنه أنت بنيت البناء الكامل، وأنك أنت ضبطت الحدود وضبطت الحقوق المفقودة حقتك، وانك انت استرجعت الاشياء اللي كان واجب عليك، المسؤولية تجاه ذاتك اللي كان واجب عليك انك انت تقوم فيها. فبعد كذا قد تتيح لك الحياة فرصة انك انت تسامح وتعفو وتقعد في على الطاولة مرة اخرى مع هذا الشخص وتفتح صفحة جديدة. والأشخاص اللي يقومون بهالعملية كاملة يعني في علاقة كارمية ويسترجعون حقوقهم وبعدين يتسامحون يقعدون مع بعض على نفس الطاولة بقلوب طيبة، هذول محظوظين في الحياة، محظوظين إنهم هم قدروا إنهم هم يسوون تغيير عميق للطاقة، أيا كانت هذه جاية من أي جسد سماوي، وأيا كانت القصة بدأت في أي بعد من الأبعاد، فهم قدروا بحالتهم الواعية إنهم هم يعيدون الخلطة من جديد، يعيدون الخلطة من جديد. لكن انتبه انك انت تفهم انه اعادة الخلطة تعني انك انت تتنازل عن حقك او تسمح للشخص انه هو يدعس عليك، لان كذا انت تكمل الكارما بهالطريقة، انت تكمل الكارما، انت لا تصحح الكارما، لا تصححها. فعندك دور انك تصححها من خلال انك انت تحط الحدود لهذه الهوية. عندك مسؤولية ترى تجاه نفسك زي ما عندك مسؤولية تجاه الآخرين، فلنفسك عليك حق انك انت ترجع الحقوق لهذه الهوية اللي هي محتاجتها، وبعدين تغير الطاقة وتنتقل لمرحلة اخرى. فهم محظوظين، اقوياء، شجعان، مسؤولين، واعين انهم هم وصلوا في حياتهم او في قصتهم الواعي اللي يعيشونها الحين الى هذه المرحلة، انهم يعني قدروا يعني
يوقفون هذه الكارما بطريقة جميلة. ومرات انت يمكن ما تقدر في الوقت اللي يناسبك انك انت توقف هذه الكارما. مرات الشخص يكون زعلان عليك يقولك لا انت غلطان، يعني ليش وليش وليش، تخليه. ممكن لما يكون في صدمة يتنازل، ممكن لما يكون في نداء الروح الثالث يتنازل، ممكن يكون في حالة مرض يتنازل. ففي لحظات يكون فيها الشخص هو أجهز أو أقدر إن هو يشوف الحياة بصورتها الأكبر، ويفهم الخلاف من أبعاد أخرى، مو من نفس الطريقة اللي هو قاعد يلت ويعجن فيها من يوم هو موجود مع هذه العلاقة. هذا شكل مزعج من أشكال العلاقات الكارمية واللي تحتاج إلى تنظيف. تنظيفها يبدأ بالحرب أو باستخدام أدوات الحرب. أحد الأشكال برضو أنه أنت تكون مؤذي، أنه أنت تأذي، أنه أنت تأذي العالم، تأذي العالم. ما أدري وش صار في طفولتك، انجلدت، انضربت، تعرضت لتحرش، تعرضت لاغتصاب، مريت بحروب، مريت بظروف صعبة، تهجير، ما أعرف إيه، وبعدين تستلم العالم إيذاء بأي طريقة من طرق الإيذاء، هو كلام، هو أموال، هو اعتداء على معتقداتهم، على أفكارهم، الاعتداء على حرماتهم، تأذي الناس، تأذيهم، تزعجهم وين ما كانوا لأي سبب كان. وغالبا ما في سبب مقنع يخليك تأذي الناس، بس هو أنت المتورط، أنت المتورط. وهذا موضوع أنت لازم تفتح اللمبة. على فكرة لو قعدت مع عمرك وحطيت على الطاولة تقول ما هو سبب إيذائي للآخرين، يعني لازم تقعد وتسأل نفسك أنا ليش أذي الآخرين، ليش أنا متورط في إيذاء الآخرين، ليش أنا أختار هذا الدور، ليش أنا أختار هذا الدور الظلامي، ليه أوكي انجلدت وانت صغير، تعرضت لاغتصاب، نفهم ألمك، نفهم أنا ترى نص العالم ولا ثلاث أربع العالم كلهم عندهم آلام، كلهم عندهم أحسان، كلهم عندهم ملفاتهم، اللي قدر يطلع واللي ما قدر يطلع. بس ليه أنت مستمر أنك أنت تبغى تعيش القصة هذه؟ فعندك الفرصة الآن بما أنك يعني موجود معانا أنك أنت تفتح هاي اللمبة تقول ليه ماني مضطر أني أؤذي الآخرين، ماني مضطر، حتى لو غرت منهم شوية، قهروني شوية، ما اتفقت معهم في المعتقد، ما اتفقت معهم في وجهة نظر معينة، حسيت، شعرت أنهم هم شايفين أنفسهم علي، شعرت، حسيت أنهم احتقروني، حسيت. طبعا كله أنت تتكلم عن قصص جواتك، ما تتكلم عن شيء حقيقي. فحان الوقت أنه أنت يعني تطلع من هذه الكارما، حان الوقت أنه أنت توقف هذا النزيف. إلى متى وأنت ماخذ هذه الشعلة وشايلها أنه أنا هنا ترى أنا مسؤول عن الإيذاء في قصة، في تبغوني أجلد أحد، عطوني المهمة، أنا بأذي. حان الوقت أنك أنت تقول أبغى أشيل هذا الدور. إلى متى وأنا شايل هذا الدور؟ ليش؟ حطها على الطاولة وتكتشف أنه الناس ما لهم دخل في الإيذاء اللي أنت تقوم فيه، ما لهم دخل في الإيذاء، ما هم هما اللي أكلوا رزقك، ما هم هما اللي ضربوك، ما هم هما اللي جلدوك، ما هم هما اللي اغتصبوك، ما هم هما اللي تحرشوا فيك، ما هم هما اللي أذوك، ما هم هم ولا شيء، ولا شيء. أنت مدمر، أنت متأذي. فالطريقة هذه ما راح توصل أي مكان، بالعكس بتزيد الألم، تخلي الألم أكبر. وبعدين هذول الناس لما يكونوا مظلومين ما تبغى يكون عندك كومة مظلومين في الحياة، صح ولا لا؟ ما تبغى يكون عندك كومة كلهم يقولون فلان ظلمنا، فلان ظلمنا، فلان اعتدى، فلان اعتدى، فلان اعتدى، فلان اعتدى. وبعدين كل هاي الطاقة وين ترجع لك؟ يعني أصلا من زين حياتك بعد تزيد سوءا، ما تبغى طاقتهم وين تروح هذول المظالم؟
ما تقدر توديها اي مكان. تتجمع 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 كلها كلها عليك كلها عليك، سواء انت شفت بعيونك انهم هم جو جلدوك ولا يمكن ما يقدرون عليك، ما يعرفون انت مين، ما يعرفون انت مين. يعني شخص ماسك في السوشيال ميديا ويؤذي العالم، يمكن ما نعرف هو مين، يستلم يؤذي العالم بتعليقاته بطريقته يمكن ما حد يقدر يسحبه للمحكمة ولا يوديه للقانون ولا يعرف بيته ويجلد، ما حد يعرف صح ولا لا. بس هو يتصور انه هو يعني محمي من القصة، انه مدام ما حد عارف اسمه، مدام هو عنده اكاونت وهمي يعني كذا الفراشة المفوشة ما حد يعرفها، ما حد يعرف هي مين صح ولا لا. تصور كذا الفراشة المفوشة ما حد يعرفها، بس كل شيء معروف كل شيء مكشوف. بس احنا البشر عشان عقولنا صغيرة كذا نتصور بس كل شيء مكشوف في السيستم في النظام، كل شيء مكشوف. انت تهرب من ايش؟ فما تقدر تهرب من ايذاء شخص تتخيل انك انت ستنجو من العقوبة، او مو من ما ابغى اقول عقوبة، ستنجو من طاقة الشخص اللي يشعر بانه مظلوم. شخص يشعر بانه في الم كذا، وين يودي هذا الالم؟ على طول طول الوقت هو مقهور منك، هو متأذي منك، فكله راح يوصلك. فحان الوقت انه انت توقف هذه الكارما. على فكرة هذه الكارما ايقافها سهل لانها تحتاج الى قرار بس، مو زي الكارما الاولى. الكارما الاولى صعبة انه عندك شخص مؤذي وتسحب الريموت كنترول وبتتجالدون ومواجهات وكذا، ويمكن تتزعلون فترة. عاد الفكرة التقليدية تختلفون فجأة، بعدين واحد يهبط، وبعدين تطيح البلوكات اللي في الراس وتهدأ النفوس، وبعدين يصير في شوية ترجع الأمور وجارية، وبعدين تنكشف الأوراق، وبعدين يكون في اعتذارات، وبعدين تتقفل الملفات بطريقة صحيحة. فهي رحلة طويلة النموذج الأول، ومؤلمة مؤلمة مؤلمة في بدايتها، في ألمها، في مواجهتها، في خصوصا يكون شخص قريب. تخيل يكون شخص قريب جدا يعني، وتحس أنه طاقته موجودة جواتك، مرة مزعج ومؤذي. وبعدين ممكن يزعل، ممكن يحتاج، ممكن يقاطعك، مرة توجع. وقعد لك كم سنة تنتظره لما يحاول يولع اللمبة، تنتظره سنة سنتين ثلاث سنوات، مرة يوجع، مرة مؤلم مرة مؤلم، بس انت قاعد تقفل الكارما. وبعدين يطيح خلاص ينطحن الحب اللي ما انطحن، يعني تهدأ الأمور. لكن النوع الثاني اللي انت المؤذي، ما عندك هالموضوع الطويل، عندك انك انت تقرر وتوقف، وبعدين ترجع حقوق لأصحابها. خلاص فلان سرقنا منه، نرجع له السرقة، فلان طولنا عليه، فلان انتقدناه كذا، نعتذر منه، فلان كذا كذا كذا. وعلى فكرة الناس كثير تتقبل الاعتذارات، ابغى اقول لك يعني ترى جدا جدا الناس تفهم انه الانسان تغير، الانسان يعني مستعد انه يتطور انه يتغير. يعني الناس عاطفيين خصوصا اذا ما في تاريخ طويل. يعني تكلمهم، تعتذر، تكتشف انهم قالوا لا اتس اوكي، فهمنا موقفك، ما كنت مجنون، كنت مهبول، كنت ماني بصاحي، كنت مطفي اللمبه، كنت في الخلاط، حالتي حاله، ما ادري ايش السالفه، الامي واحزاني حطيتها على الطاوله ونثرتها على العالم. فيعني تستسمح منهم، ترجع لهم حقوقهم اذا في حقوق. اصلا بيقدرون شجاعتك، الانسان العاقل يقدر شجاعتك، يقدر انك انت واو فتحت اللمبه وكنت شجاع وتحملت مسؤوليه الاخطاء اللي انت سويتها، مو قلت خلاص انتهى الموضوع ناسين وما حد يدري، لا كنت شجاع. فهذا يقدر، الاشخاص اللي يفهمون او عندهم لمبه مفتوحه يقدرون الشجعان. فهذا ايضا نموذج لتنظيف الكارما، تنظيف كارما العلاقات. عموما بعد في عندنا اشكال اخرى، اللي هي لما انت تتعلق فيه، لما هو يتعلق فيك، لما الظروف لا تسمح انكم تكونون مع بعض، لما مثلا ايضا لما تحتاجهم ما يكونوا موجودين في المستشفى، حال طوارئ، تبغى احد، ما حد حولك زيرو، تدق عليهم كلهم، اللي مقفل جوالي مشغول، اللي نايم، اللي مسافر، اللي ولا احد عندك، ما حد موجود لما تحتاجهم. ويوم من الايام انت تبغى تسوي مديتيشن، كلهم حضروا عندك في البيت، يا جماعه عندي مديتيشن، عندي كلاس يوغا، ماني فاضيه لاحد، كلهم حضروا في البيت
وش الكروة هذه؟ وش الكروة؟ برضو هذه نماذج أخرى كلها تكلمت عنها في تنظيف كارما العلاقات. طيب يا جماعة خلونا ناخذ أسئلة نشوف وين الموضوع ياخذنا. كارما فلسطين، كل ترى كل دولة عندها كارما، كل دولة عندها كارما، عندها كارما، وهي على قد وش تسوي من الزين واللي مو زين قاعدة تشتغل الأمور. بس الفلسطينيين عندهم أشخاص جيدين كافين للحديث عن هذه القصة، مو أنا الشخص المناسب ولا المؤهل أني أتكلم عن كارما فلسطين. وتعرفون ترى دائما أي أرض هي يعني أراضي الأنبياء دائما دائما العيون عليها على قولتهم، تعرفون هالقصتهم، يعني أراضي الأنبياء ثمينة ثمينة، فالعيون عليها طوال الوقت. ذلك مهم إنه يكون في أشخاص كثير أقوياء يحمون هذه الأراضي. صديقتي تقول هل ممارسة الدور الأستاذية يعكس علينا بعلاقة كارمية وناس متسلطة، وترك هذا الدور هل يحل الموضوع؟ يعني انك انت في العلاقة بتكونين أستاذة في العلاقة، تقولين لا 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 ترى شغلك غلط، لا 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 ترى ما المفروض تسوي كذا، لا 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 انا بعلمك، انا بعلمك الطريقة الصحيحة. تخيلي مرة مزعج الموضوع، مرة مزعج. انت ما تقدر تقوم بهذا الدور الا اذا الناس هم اختاروا انك انت تقوم بهذا الدور. اوكي تفتحين لك كذا حساب في انستغرام تقولين يا جماعه تعالوا بدرسكم، يجوا. اوكي خلاص هذا اختيارهم، هم اختاروا انهم يتعلمون منك. بس في العلاقات الاجتماعيه الناس ما هم مو هذا في ذهنهم ولا هذا تصورهم، ولو كان هذا بيسالون. يعني بتجيك تقول لك طيب بالله انصحيني في هذا الموضوع ايش رايك؟ اوكي هي سالت، هي سألت، الآن أنا أمارس دور الأستاذية، هي اللي سألت، قولي لي وش تشوفين الصح كذا ولا كذا. أوكي سألت، عندي دور. بس الأساس أنه أنت ما عندك دور الأستاذية، هذا غالبية العلاقات. عندنا علاقات الأبناء هذا دور آخر، إذا كنت أم أو أب فعندك أدوار التأسيس اللي تكلمنا عنها في العقود الأثير، أنه الأم عندها يعني دور أنها تأسس وتقدم، وسواء قدمت صح أو غلط بس عندها هذا الدور، لأنه في النهاية لازم في شيء ينبني. انبنى صح ولا غلط هذه قصة أخرى تدخل في عقود الروح، بس عندها دور أنها هي تبني. لذلك على الأم أن لا تتخلى عن دورها، على الأم أن لا تتخلى عن هذا الدور أنها هي قاعدة تبني. لما يوصل الشخص إلى عمر 21 يعني 18 تبدأ تغير القصة، خلاص يصير مرحلة هم اثنين يتساعدون على التحرر، من 18 إلى 21 تكون جاهزة الأم وجاهز الابن إنه هو يتحرر. ليال حبيبتي تقول علاقة أمي بأبي كارمية، حاربت خسرت استسلمت وخسرت، ما الحل؟ أنا أعتقد أنك أنت مالك دخل في القصة، مالك علاقة في الموضوع. يعني هذه قصتها وعندها هي دورها، وقد يكون الخطأ مثلا أنها حاربت في وقت ما كان عندها إمكانية، أو أنها خسرت أشياء ما كان المفروض تحارب عشانها، لأنه أنت لما تدخل في حرب مع شخص لازم تعرف وش الخسارة اللي بتخسرها، وش الأشياء اللي بتخسرها وأنت مستعد أنك تخسرها. واستسلمت، بعد هنا يجينا سؤال أنها هي استسلمت ليش؟ هل استسلمت لأنه هي عندها مثلا ضعف مادي، عندها ضعف فكري، عندها ضعف مشاعري، يعني بعدها سؤال، يعني هل هي طاقتها كافية أو طاقتها جاهزة لهذه المرحلة؟ شوف أنت ما تقدر تقوم بسلوك لأنه هو صح،
انت لازم لما تقوم بسلوك تعرف انه هو مناسب لك الان. يعني ممكن ان انت تقول انه اوه واو انا ابغى اتزوج، بس ابغى اتزوج بس حاليا انا الزواج غير مناسب لي، بس ما يعني الزواج غلط، لكن حاليا الزواج غير مناسب لي. فمهم اني انا اعرف متى خطوتي الصحيحة، متى التوقيت الصحيح اللي انا اتصرف فيه. يعني مثلا تجي امرأة تقولك بتطلق، طب يا ماما موظفة، عندك فلوس، اهلك موجودين، درستي، ولا شيء يعني مصفرة طاقتها. تقول لها وين بتروحين؟ وين بتروحين؟ مو معقول بتروحين بالشارع تشحتين؟ وش بتسوين؟ فتقول يعني ويش الطلاق غلط؟ لا مو غلط، بس يعني توقيت، يعني انت بتطلعين في الشارع تموتين من الجوع، ولا من وين بتكدين على نفسك، ولا بتبيعين نفسك، وش القصة؟ شلون بتصير؟ يعني اشرحي لنا الموضوع وشلون بيصير. فمرات انت لازم تسأل نفسك الموضوع مو صح او غلط. يعني مرات في اشخاص مناسب جدا لهم الطلاق بس التوقيت مو مناسب، مناسب لهم الزواج بس التوقيت مو مناسب، مناسب المواجهة بس مو وقتها. يعني واحدة توها مفصولة من العمل، ما عندها ايجار نهاية الشهر، تدخل في مواجهة مع شخص مهم، مرة مو وقتك. فأنا أشوف أن المواقيت أيضاً مهمة، أن ننتبه للمواقيت، أن متى التوقيت الأنسب اللي نحل فيه هذه الكارما. وتكلمت في تنظيف الكارما عن المواقيت، في كل كارما تكلمت عليها تكلمت عن المواقيت، لأنه توقيت الحل مهم مرة، توقيت الحل، ما تبغى تدخل في وقت غلط. في البوستات، ماي جاد، صدق، خلاص لازم اراجع، والله لازم اشد حيلي، او يمكن نخليهم مع انفسهم، ها عسى ما في تيس. بس طيب سامي حبيبتي تقول في كل مره اعتقد اني اشتغلت على تنظيف العلاقه وانهيتها بشكل صحيح يظهر شخص يتشابه طاقيا او ماديا من علاقاتي بالشخص الاول. هذه كارما ولا ما قفلت القصة زين، أم في درس ما فهمته؟ يعني سامي إذا هذه القصة متكررة قد يكون هو فيلك الأبيض أصلا العلاقات. يعني إذا تقولين لي والله الموضوع متكرر ومتعدد كل الأشكال، فأقولك قد يكون أصلا هو فيلك الأبيض. يعني هذه مدرستك، مدرسة الحياة، العقدة اللي أنت جاية يعني تخلصينها في القصة. وقد يكون في درس انتي ما فهمتي. وفي شيء ثاني، مرات احنا مثلا ندخل في علاقة نختلف، العلاقة حامية على نقطة معينة، اوكي خلينا نقول مثلا خلاف معتقدات، فكان هذا هو الموضوع الرئيسي، فانا ولعت اللمبة وفهمت، قلت ما يحتاج نتطرب وعادي وقبول وما اعرف ايه، فتقبلت، فطارت العلاقة، جت علاقة جديدة فتقول او واو هذا يشبه هذاك، بس الان في قصة جديدة. يعني مو في خلاف المعتقدات، يمكن في خلافات مالية مثلا، لكن نفس شكل الشخص الأول، نفس طبائع الشخص الأول، يقول أوه واو معناها هذه طبقة ثانية من كارما العلاقات، معناها أنا خلصت وحدة فانتقلنا لوحدة ثانية وهكذا. تقولك عمة أمي كل ما تتزوج شخص يمرض ويموت، هل أتأثر بكارمتها؟ هي متوفية حاليا. لا بعيدة، مرة بعيدة. طيب انت الشخص المتضرر من العلاقه وتقرر تنهيها، شعور الشخص بالحزن اني ظلمته لي كارما؟ يعني هو ما اقدر اقول انه انت غلطان، عشان كذا يا جماعه احنا لما نفهم الامور من منطق الجسد الفكري اقول لك انت بريئه، انت سليمه، وفقا لي يعني ثانك يو، وفقا لقوالب الصح والخطا انت في السليم، شغلك صح والغلطان باي 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 باي. بس احنا لما نتكلم على مستوى الاجساد السماوية انه هذا الشخص اصبح حزين بسبب القصة اللي انا حطيته فيها، وسؤال هو فاهم انه غلطان؟ هو عند الادراك انه غلطان؟ ترى بعض الناس ما عندهم الادراك انهم غلطانين. يعني اغلب الناس اللي في الخلاط هم ليش يخطئون؟
ليش يعتدون؟ لأنهم ما عندهم الإدراك بمستوى الضرر والفساد اللي هم فيه. ما هم العين اللمبة يعني، مرة 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 ظلام دامس. فممكن الشخص يعني هو مو قادر يستوعب الموضوع أصلا، ولا لو هو مستوعب الموضوع كان قال لك يعني وي باي، أنا يعني بعطيك المساحة، بعطيك الحرية إنه أنا ما أورطك أكثر في القصة، وأورط نفسي أكثر في القصة. أنا أذيتك كثير، امشي. صح؟ أنا أذيتك كثير، ترى ما عاد أقدر، أخاف إني يعني أذي أكثر، امشي. بس ما عندهم الوعي الكافي ولا الإدراك لهالموضوع، فبالتالي هو يحزن. ممكن بعد الحزن راح يدخل تأنيب، يدخل موضوع الضحية، مظلوم، يصير. وتقولي لا، احنا لو جبنا المعادلة كذا، thank you ترف، لو جبناها بالمعادلة انا ما ظلمته، هو غلطان وانا مشيت من العلاقة. لذلك عندك دور ترى انه تنهي العلاقة بطريقة جيدة. يعني مهم انك تنهي العلاقة بطريقة جيدة. حطي فترة ركود، ابعدي بس لا تمشين. شفتي هالاساليب اللي تخلي الموضوع يهبط يهبط يهبط. ثانك يو عمر. يعني عندك هذا الدور، عندك هذا الدور انك انت انه طاقتك ما تكون موجوده قبل ما انه انت تمشين ماديا، كذا انه انت تفصلين الافياش اصلا قبل ما يعني تمشين، كذا مناسب. موضوع العلاقات مرة 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 حساس ومزعج وملهم، ويوريك نفسك ويوضح لك الأمور ويساعدك في التطور. ترى من أكبر الملفات اللي تطور الإنسان العلاقات، مرة مرة سريعة التطوير، بخلاف بعض الملفات اللي بطيئة. يعني المال بطيء التطوير، المال بالسنوات يطور، بطيء يعني في تطوير الإنسان. العلاقات على طول يسوي لك تطوير. كيف أسامح حبيبتي؟ أنتي امشي، أنتي امسك الطريق، وفي النهاية هو كذا بيجيك، عرفتي شلون؟ امسك الطريق أنتي، ابدأي. هو ما هو موضوع أنه أنتي تحطينه على الطاولة، لا، هو يجي يفرض نفسه على الطاولة في وقت ما لما تكونين ماشية صح. تقول علاقتي زينة مع القطط بس. حبيبتي سبب عدم قدرتي على بناء علاقات عميقة. شوفي، يظل في ناس ما عندهم اختبارات كبيرة في العلاقات، أو ما هي اختبارات الرئيسية في حياتهم. وأيضا يظل بعض الناس العمق قادم من مكان آخر، خصوصا لما ما يكون في لهم إلا بيض العلاقات، يكون قادم من المال، قادم من اختبارات المال، قادم من اختبارات الصحة، قادم من اختبارات الروحانية، قادم من اختبارات العمل. يعني مو بالضرورة كلنا عندنا علاقات وفيها مشاكل وعميقة وتأخذ يعني مستويات متعددة. تقول لك الناس اللي تسوي نفسها تحبني وأنا أعرف أنهم يكرهوني كره، أتمنى أن الله يأخذهم. أوه، طيب أنت هالحين يعني قاعدة، يعني أنت قاعدة على السجاد تقول يا رب الله يأخذهم، الله يأخذهم اللي يكرهوني. طيب سكري الباب، يعني أنا داعي تكبرين الأمور، عرفت، وتعفسين السيستم وكذا، وتدخلين في قصة غضب ولا قصة يعني. أنتي الريموت كنترول وين يا ماما؟ الريموت كنترول وين؟ وين الريموت كنترول؟ معاك خلص؟ لا تقابلينهم، لا تستقبلينهم، لا تروحين لهم، لا تشوفين وجيههم، لا تشوفين أرقامهم، لا تشوفين رسائلهم. الموضوع مرة بسيط، بس مرات إحنا نعقد. صديقتي جيم تقول أم زوجي ساكنين معاها دائما تتكلم عني بسوء وراء ظهري، وتأثر في زوجي كثير، وتحاول تفتعل مشاكل معاي، ولو ما قدرت تصور الآخرين أني مو منيحة من خلال افتعال سيناريوهات معي أمام الآخرين، حتى في الأوقات اللي نظفت فيها كارمة كثير، تعبت من الموضوع. حبيبتي أنتي يعني وش تبغين اقول لك؟ يعني ما ادري مين جلدها في طفولتها، مين اهانها، مين خوفها، مين انشأها الغيرة المقيتة عندها،
مين قال لها انه هذه عدوتك؟ مين قال لها انه هذه اللي بتسرق رزقك؟ مين قال لها انه هذه اللي بتدمر حياتك؟ مين قال لها انه هذه اللي بتفرق بينك وبين ابنك؟ مين قال لها هذه الاشياء؟ مو انت، انت ما لك ذنب في القصه. I know في الصوره الصغيره انت ما لك ذنب في القصه يعني، ولا لكن هذه علاقه كارميه. الله يعينك، الله يعينك. يعني اختيارات الناس، هي اختارت هذا الطريق يعني، وانتي يعني انتي يعني طبطبتي على الامور وكذا وهادئة وما سويتي مشاكل وكذا، وكيف تحسنت؟ تطورت، فتحت اللمبة عندها، انتي ساكتة ومؤدبة ومهذبة ومحترمة ام زوجك، ملتزمة بالادب، هي تكذب عليك، تدعس عليك، تهينك، تألف عليك، تقول عليك شيء مو حقيقي و و و و المهم الآن بعد كل هذا الأدب والأخلاق منك، إيش صار؟ نضجت، فتحت اللمبة، صار عندها وعي، قالت والله بنت ناس، والله محترمة، والله مهذب، والله ضغطتها وطلعت بنت ناس. هاي بابا، قولي لي انت، هل العمل اللي قمت فيه ولا عندها اللمبة؟ هاي يحتاج انت تقعدين يعني تفهمين الموضوع، تفهمين يعني القصة. طيب صديقتي تقول مخيفة فكرة الحرب، خصوصا لو الناس من الأهل ومن الداخل، أكيد راح نشعر بالذنب لو دمرناهم. إيه أنا ما أقول لك أنت يعني دمريهم وعشان يعني تستمر القصة الدمار الشامل هذه، لكن شوفوا بشكل عام أبغى أقول لك، مثلا خلنا نقول الآن جت صديقتك، أوكي صديقتك، خلنا نقول مثلا يمكن في الدوام، وطلعت عليك قصة كاذبة، قالت ترى فلانة سرقت مبلغ كذا من المكان فلان وكذا وكذا، ألفت عليك، الناس صدقوها، الناس صدقوا القصة، وتقريبا يعني صرتي منبوذة، صرتي مرفوضة، تقريبا تحسين انه أثر حتى على مدرائك وتقييمك، تقييمهم لعملك، ويعني حسيتي انه انت فقدتي جزء كبير من طاقتك بسبب الكذبة هذه اللي هي قالتها. اوكي الان انت تقولين، تفكرين تقولين اواجهها واحاربها واقاتلها، لكن الحرب يعني حرب يعني بتعب، يمكن بروح للمدير، يمكن بضايق، يمكن يطردوني في الاخر، بواجهها، يمكن بتصيح، بتنهار، يمكن كذا. اقول لك طيب السؤال المهم الان، السؤال المهم في كل هذه القصة، يعني قبل ما تفكرين هاي الحرب، دخلنا الحرب، ما ندخل الحرب، ما أدري إيش، أصلاً أنتي أوريدي في الحرب وأنتي منتي دارية، أوريدي أنتي يعني في الحرب ومهزومة ومنتي دارية، يعني للعلم بس. يعني هو القصة اللي أنتي عايشتها أو الوهم اللي أنتي عايشته إنه أنا في البر، أنا في البر الآن، ان واحد ما حد تعرض لي، ما حد سوى لي شيء. يعني السؤال الان، انت تعتقدين انه عدم خوضك هذه الحرب يعني انك انت ما انت في حرب؟ انت اوريدي مدعوسه، اوريدي انت اصلا يعني جريتي للحرب، ما بديتيها، انت ما بديتي. انا قاعد اقول لكم لا تؤذي احد، لا تبدا ايذاء ولا تحاول ولا تفكر تبدا ايذاء، بس قل يلا السلامه من الناس. فانت اوريدي اصلا مجروره في حرب، وانت وسط الحرب تفكرين تقولين احنا يعني وش الداعي للحرب، شو الداعي للمدري. انت تقريبا بيطردونك من الدوام وانت ما انت عارفه، تقريبا يعني انت طاقتك صفر في المكان اللي انت فيه، ومع ذلك يعني تصوراتك
كذا يعني ما هي واقعية، ما هي واقعية. يعني هي طلعت الكلام عنك، قالت الكلام عنك وانت ساكتة، ليه روحي قولي لها ليش القصة وش السالفة. انت مطلعة هذا الكلام، ترى بروح للشرطة، ترى بارفع عليك قضية في المحكمة، ترى بوديك للمدير. حاربي بأساليب الحرب القانونية والنظامية والمقبولة بشكل عام. أما أن تركتيها بعد بكرة عندها قصة ثانية، وبعد عندها قصة ثالثة، وبعد عندها قصة رابعة، لما فجأة تلقين نفسك برا الدوام، ما عندك إيجار البيت، تقولين بس الحمد لله ما حاربت، الحرب مؤلمة. وانتي وايش اصلا؟ انتي في ايش؟ انتي في حرب، وانتي في الم، وانتي مجرور جلدك على الشوك. والله انتي اصلا مجرور جلدك على الشوك، استبيحت سمعتك. تقولين لا مهما كان يعني. ففي فرق، بس في فرق بعد. في شخص مثلا قال كلمة بالغلط، عرفتي؟ في شخص والله يمر بظرف معين اقدر ابلعها، اقدر. بس شخص مخطط علي عشان يدمر سمعتي في مكان عملي، وما معليش. يقولك في ناس تقول انا اذا حاربت بيظهر الايجو، خلي الايجو يظهر. اهلا وسهلا بالايجو يا جماعه، اهلا وسهلا بالايجو. مو انت لما انت تسوي شيء عشان انت ما تبين الايجو، هذا بحد ذاته ايجو، هذا بحد ذاته ايجو. انا بسوي هذا الشيء عشان اكون زاهد، الله اكبر. واذا سويت هذا الشيء لانك تبغى تصير هذا الشيء، معناها انت مو هذا الشيء، انت مو هذا الشيء. اوكي، انت مو هذا الشيء. ابغى اصلي عشان اصير روحاني، انت مو روحاني عشان انك تقعد تصلي. ضحك على نفسك، خدعه بزران هذه، خدعه. وبعدين يلا اذا كان الايجو يبغى يطلع عشان يعني يعيش القصة ويخلص، خلي يعيش القصة ويخلص. الله أكبر، والله العظيم خلي يعيش القصة ويخلص. ها، مو احنا كلنا قاعدين نطارد وراء أفكارنا وأهدافنا وقصصنا والفرار الحمراء؟ خلي الفرار الحمراء تجي عشان تخلص، احنا ليش موقفينها؟ خلها. أسرع طريقة انك انت تتحرر من الفرار الحمراء انك تجيب الفرار الحمراء. أسرع طريقة للتحرر من الفرار الحمراء إنك تحضر الفرار الحمراء، تجيبها، تمتلكها، تحطها في الكراج عندك عشان تقول أوه خلصت السالفة، خلصت. هذه الطريقة يا عم، استخدم الإيجو وخلص الإيجو وخلصنا. Oh my god. طيب نأخذ أسامي تيك توك، صار عندنا 213,000 لايك. Thank you. تقول لك شخص تلاعب بمشاعري وتركته، وبعدها أنا تلاعبت مشاعر شخص بدون قصد. آه، وش كارمتي؟ اعتذري منها واطلعي من هذه العلاقة، اعتذري. واعتقد أن القصة أنه أنت عشان تطلعي من الموضوع الأول، كنتي محتاجة أن تطلعي من الموضوع الأول. فأنت لا بتفهمين اللي صار مع ذلك الشخص وبتقفلين الكارما. هل الدعاء للناس والاستغفار والصدقة عنهم لهم ينظف كارماتهم اللي بيننا وأغلاطنا نحوهم؟ إذا كانوا مو موجودين أقدر أفهم يعني، بس إذا موجودين صراحة المفروض أنك أنت يعني يكون عندك الشجاعة والجرأة الكافية أنك أنت تكلمينهم وتعتذرين منهم. يعني أخطينا ولا إحنا راضين نوطي روسنا شوي، ليش؟ ها ليش؟ يلا ها، وش هالإيجو؟ ها، وطي راسك شوي يا عمي، تعلم تعتذر، تعلم تقول آسف لما تكون غلطان، تعلم تكسر نفسك شوي لما تكون الكبر ماخذك ومسوي نفسك يعني أحسن خلق الله. وطي نفسك، معليش خل هذه الهوية شوية تنكسر، خلها تتعلم انها تكون من وسط الناس، خلها تتعلم انها تكون واحد من الناس. فمو حل اقولي بدفع لهم فلوس واستغفر لهم وكذا وما اعرف ايش. يعني هذه الاشياء المفروض تقدمها في علاقات الحب، انك تقول
تذكرت فلان، الله وش هذيك العلاقة الجيدة، خلني أدفع له، خلني أحط له أكل يعني لمصلحته كذا، نتصدق بأكل، نوكل عشانه، خلنا نستغفر له، خلنا طيب ناخذ سؤال. المودي الخفي كيف ممكن نتعامل معاه وإذا كان قريب؟ والله شوفي بعض الناس أنت لازم تحطي لهم الموضوع على الطاولة. يعني أنا أؤمن إنه بعض الأعداء لابد يكونوا قريبين، يعني لابد يكون فيه طريق بينكم. ما المفروض إنه بعض الأعداء ما المفروض إنهم يكونون في الخفاء؟ لازم أنت تحاول تطلعهم. طبعًا هم يحاولون إنهم يكونوا في الخفاء لأن هذه قدراتهم، هذه إمكانياتهم إنهم يعملون في الخفاء. فأنت عشان تقطع عليهم الطريق اللي هم أقوياء فيه إنك تخليهم في النور، فتخليهم دائمًا واضحين قدامك. صباح الخير، كيف الأحوال؟ سمعت انك قلت كذا وكذا وكذا، هل هذا صحيح؟ والله حتى انا ما شكيت فيك. يقول لا ابدا ما قلت، حتى انا ما شكيت، ما توقعت، بس قلت بتاكد منك يعني عشان يكون الموضوع خلاص. المره الجايه لما يقول كلام يفكر ألف مره، لانه انت بتجي وبتتكلم معاه وبتقول له انت قلت هذا كلام، لا. وهو اضعف من انه يواجه، هو ما يعرف يتكلم بوضوح ويتكلم في النور، هو ضعيف وما عنده الشجاعه الكافيه. فمثل هؤلاء الأشكال المؤذين الأخفياء دائما لازم تخليهم في الصورة وتكلمهم، ودائما حط الشعرة معاوية على قولتهم إنه أنت ما تخرب الموضوع في العلن، لأنه هو ما راح يخرب في العلن، هو ما يعني لا يجرؤ إنه يخرب في العلن، فسيظل الموضوع خفي. بس أنت امنع الخفاء على القصة. أحس نفسي محاربة، خصوصا إنه عندي موهبة الرسم وبتزيد لما أنتج شيء جيد. قصدك مثلا منافسين؟ والله شوفي، يعني المنافسين موجودين في كل مكان، في كل مكان وزمان يعني، ويختلف يعني الى اي درجه ممكن يوصلون، يعني واطين لاي درجه. يعني انت تتصورين انه انت بتمشين طريق وتتفوقين فيه وتكونين نجمه لماعه بدون ما احد يقول خلني اذوق من هذه النجمه، خلني ألحق بهذه النجمة. يعني تتصور كم مرة طرحت مثلا مادة وبعدها على طول أحد ينزل نفس المادة، موجود طول الوقت. كم مرة أقدم مادة وبعدها على طول أحد يقدم شيء مجانا تبع هذه المادة، على طول طول الوقت. الناس اللي خايفة من تفوقك، الناس اللي يعني تطمح إلى أنها تكون زيك، الناس اللي منافسة لك، الناس اللي تعاديك لا تريد هذا التفوق، الناس اللي زعلانة لأنها هي ما حققت نجاح، أنت ما لك دخل في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، بس هم ما نجحوا. طب أنا وش دخلني أنك أنت ما نجحت؟ أنا وش دخلني أنك ما نجحت؟ ما هو ذنبي. هو عاد يحط الموضوع أنك أنت الذنب وأنت كذا وكذا، ويبدأ يعني يخرب عليك ويخربط الدنيا عليك، ويعني يحاول إنه يصغر من القصة اللي أنت تقوم فيها. الشيء الوحيد اللي تسوينه، وهذا اللي أنا وجدته في الطريق، إنك تكمل في طريقك وتركز وتركز وتركز. بس هذه هي الطريقة الوحيدة. الأشخاص اللي يقلدونك هم يعطونك نجمة إضافية. تأكدي هم لا يقللون من شأنك أبدا، حتى لو تصورتي أنهم منافسين أو أنهم يحاولون يسقطونك أو يحاولون يقللون من قيمتك أو من قيمة مثلا رسمتك أو إنتاجك، هم فقط يعطونك نجمة إضافية. هم يعترفون فيك أنك أنت الأفضل وأنهم قاعدين يقلدونك. لذلك الطريقة الوحيدة كيف تتعاملين مع هذول الأعداء، وما أعرف شلون الأعداء في موهبة الرسم ممكن يصيرون، ممكن يقلدون رسمتك مثلا، أو مثلا يقول ما عندها سالفة، رسمتها متواضعة ما عندها سالفة مثلا، أنك تركزين على شغلك. هذه الطريقة الوحيدة، تركزي على شغلك. كل الناس عندهم قصص مؤلمة وقصص من الطفولة، وعندهم أهداف ما تحققت، وعندهم كثير مشاكل. إيه بتركزين معاهم، والله تضيعين قصتك. والله بس ركزي انتي. حبيبتي انتي،
تقول ليش الله ما يحقق لي أمنياتي رغم أني دعائي دائما ممتنة. قلبي أنتي حبيبتي أنتي. والله أنا ما أدري مين شرح لك الامتنان يعني، بس أنه أكيد إن في مدرسة الأمن الزائف قالوا لك امتني وعلى طول كل شيء يجي صح؟ في يعني في كذا يعني غرفة تدخلينها تجيب لك الأشياء الجميلة وكذا، فتمتنين تفتحين الغرفة وتلقين الغرفة فيها الهدايا حبيبتي. أخ يعني الموضوع مرة مرة طويل وكبير جدا. تكلمت عن جزء منه في كارما النوايا، كارما النوايا وفي تصور، وتكلمت برضو جزء منه في إدارة عالم الاحتمالات. يمكن ما هو كل شيء أقدر أقوله في البث، بس اللي أبغى أقول لك إحنا ما عندنا هالمساحة الكبيرة اللي إحنا نتصورها. أو خلني أقول لك إنه أنتي عندك أو تحملين طاقات تتسق مع أشياء معينة ولا تتسق مع أشياء أخرى كذا. أنتي تتسقين مع أشياء، في أشياء بتجيك بكل بساطة وبكل سهولة، في أشياء يحتاج تبذلين فيها جهد شوية، في أحيان تبذلين جهد كبير، في أشياء أقول لك لو تقطعتي سلطة لن تحصل ولن تأتي. امتنيتي ما امتنيتي ما ادري ايش، نظفتي ما نظفتي، عرفتي من الاخر يعني في اشياء يعني لما تكون الطاقه ما لها اساس اصلا، ما لها وجود في الاساس اللي انت موجوده فيه ما في مكان. عموما ها موضوع ذو شجون بعد يمكن نتكلم عنه يوم من الايام. واحده حضرت اداره عالم الاحتمالات وارسلت لي رساله قالت انا زعلت بعدها صراحة اني يعني تأثرت اني زعلتها. تقول اني احبطت، بس انه اعرف انه الناس مرات ما تتحمل الحقيقة، ما تتحمل انها تفهم بعض الاشياء من الصورة الاكبر، ينزعجون يعني يزعلون. لكن هذا اللي ابغى اقول لك انه مو كل شيء انت بتطلبه راح يجي، في اشياء ما راح تجي سوري يعني، في اشياء قد ما تاتي في الحياه. فمرات انت خلاص ضربت باب، ما له داعي انك انت تدمي نفسك عند الباب وتقطع نفسك سلطه عند هذا الباب وكذا وكذا. يعني قبول وانتقل للباب الآخر اللي هو مفتوح لك وميسر لك وسهل لك. Oh my god تأخرت عليكم 275 ألف لايك. Thank you. هل الخوف من العلاقات هو كارما؟ شوفي وفقا لقانون الكارما كل شيء كارما، اللي احنا ندخل في الدائرة هذه كل شيء له يعني سبب، قصة من الأساس صارت. فمن الممكن انه يكون عندك علاقة سابقة يعني انتهت بطريقة رديئة، تضررتي منها كثير، تألمتي منها كثير، بتقولين خلاص انا ليش اورط نفسي في قصص ناس يعني بيورطوني وبيدخلوني في قصص متعبة ومؤذية. بلاش ادخل في هذا. فابغى اقول ايه يعني انت محتاجة تنظفين هذا الخوف من العلاقات. ما المفروض اني انا اكون رافض للعلاقات ولا المفروض اني انا اكون مشرع بابي للعلاقات؟ المفروض اني انا يكون عندي القدرة اني انا افلتر اللي يناسب واللي ما يناسب. طبعا يختلفون، في ناس حتى مع الفلتر ما يحضر لهم احد يعني الا كل 3 سنوات يحضر لهم نفر، ولا حتى مع الفلاتر ما يحضر احد، ما في احد اصلا. وفي ناس يعني مع الفلاتر ما شاء الله يعني كل يوم عندهم 50 شخص جديد في حياتهم، يعني الفلترة تكون صعبة. هذول اللي عندهم الفيل الأبيض المرتبط بالعلاقات.
في تنظيف الكارما تكلمت عن تنظيف كارما العلاقات، أول محور تكلمت عنه، وتكلمت عن تنظيف كارما الأجداد، تنظيف كارما الحياة السابقة، تنظيف كارما قصة الروح، تنظيف كارما الجسد المادي، تنظيف كارما الجسد الفكري، تنظيف كارما الجسد المشاعري، تنظيف كارما الجسد الطاقي. فاللي مهتم يقدر يحضرها. كيف نخفف كارماتنا بالحياة؟ وهل ممكن تجي كارما العلاقات بسبب كارما أخرى؟ يعني ممكن تكون عقوبة أتت بهي أشخاص. شو إذا أنت كنت تكلمين بشكل عام كارماتنا في الحياة، تكلمت في تنظيف الكارما عن أوليات للكارما، وقلت إنه هذا الموضوع حاضر في كل الفلسفات وكل الثقافات وكل يعني كأنه إحنا متورطين كبشر في قصة الكارما. إحنا متورطين، كل الثقافات تعيد وتزيد على موضوع الكارما، كل الثقافات وين ما كنت أنت يعني مختار تلقى، بس يختلف يعني في 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 ثقافات مر 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 كثيفة بالكارما، مرة لدرجة إنك يعني ما تقدر تتحرك، تحس إنك معاقب تحت أي ظروف وفي أي مكان وفي أي زمان. وفي في بعض الثقافات أخف يعني، لكن فأبغى أقول لك إنه البشر كلهم متورطين في القصة، كلهم متورطين في القصة. لذلك أنت عندك دور تقول أنا وين متورطة أكثر، وين عالقة أكثر، عالقة في هذا الموضوع أوكي خلني أشتغل على هذا الموضوع، عالقة في هذا أكثر خلني أشتغل على هذا. عشان كذا ركزي على الموضوع اللي أنت عالقة فيه أكثر أو اللي أنت مهتمة فيه أكثر. مثلا بعض الناس مهتمين بأجسادهم المشاعرية، وأنا أعتبر هذا أهم شيء في الحياة، إنه شعوري يكون جيد، إنه أنا أعيش التجربة هذه بشعور جيد. هذا أهم شيء علي أنا، إني أنظف كارما الجسد المشاعري، أهم شيء علي إني أنظف كارما الجسد المشاعري عشان أعيش بشعور جيد. فهذا هو دورك. أما من ناحية إنه ممكن تجي كارما علاقات بسبب كارما أخرى، إنه ممكن تكون عقوبة أتت بهيئة أشخاص، شوفي أبغى أقول لك شيء كثير مهم، إنه أنت مرات تقدم هدية أو عطية لشخص تقول ما نفع فيه، ما نفع فيه، قدمت 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 ما نفع، ما وصلنا للنتيجة، النتيجة إنه كان رديء كان كذا. أو مثلا ابني علمت أحسن تعليم، عاملت أحسن معاملة، أعطيت أحسن شعور، وبالنهاية طلع واحد مجنون، طلع واحد مجنون اللي قلت لكم ذيك المرة قصته، يقول أمه ممنوع تطلعين وممنوع تجين وممنوع مدري، وما مسوي لها يعني قصة حكاية. فتقول يعني أنا وشين مسوي، وشين القصة؟ أبغى أقول لك إنه ترى الكون ما يمشي بهذه الطريقة، النظام ما يمشي بهذه الطريقة، ما يمشي إنه أنت دائما تحصل على المكافأة من نفس الشخص أو تحصل على العقوبة من نفس الشخص، ما يمشي. ولا لو كان الموضوع أوضح صح ولا لا؟ كان موضوع كثير أوضح لو صارت كذا القصة. يعني لو مثلا إنه الشخص اللي مثلا يرسل لك مثلا إساءة ترد عليه بإساءة، فيكون الموضوع واضح، أو واو قاعدين نسوي حرب واضحة، كل شيء واضح، كل شيء تمام، نخلص نبدأ. بس هو ما يصير كذا يعني. مثلا على سبيل المثال، غالبية الأشخاص اللي عندهم علاقات حب هم لا يحترمون علاقة الحب هذه. تخيل، عليك أن تتخيلين، عليك أن تتخيلين، يعني أغلب البشر عندهم علاقة حب كذا ماخذينها مهزلة، والله أن علاقة الحب أغلب البشر ماخذينها مهزلة، لا يقدرون الحب ولا يهتمون فيه ولا يراعون الحب. ويمكن إذا كان الشخص هذا محب يدعسون عليه أصلا، يدعسون عليه، طب يا بابا يا بابا يحبك، هذا معطيك اللي هو الوحيد اللي خاتم لك في الحياة الضمان، هو الوحيد اللي معطيك الضمانات في الحياة، ومع ذلك دائما مدعوس عليه. شيء غريب. لذلك انت ما تدري شلون يلف الموضوع، ما ادري من وين القصة تجي. يعني على قولتك اذا عندك انت عقوبة ما ادري هي من وين تجي، واذا عندك مكافأة ما ادري هي من وين تجي، ما ادري القصة من وين بتصير. فممكن يصير الموضوع على شكل مادي، على شكل مشاعر، على شكل فكري، على شكل انسان، على شكل ثراء، على شكل كل شيء ممكن يصير. ذلك هي قصة انك انت تعرف تعرف حجم الطاقات، كأنه عندك خلنا نقول خزانات، تعرف وين الخزان المليان وين الخزان الفاضي، وين الخزان اللي يحتمل الاختبارات،
وين الخزان اللي يحتمل الاختبارات؟ يعني لو شخص ثاني فكر نفس تفكيرك قال لا يكون بس بنخسر الصفقة الجاية، أوكي؟ خلنا نقول مثلا رجل أعمال، أوكي؟ حياته ماله أمواله أبس وداونز كلها مرتبطة بالمال والأعمال وكذا، فيقول لك لما يخسر صفقة يفكر يقول لا يكون هذه الصفقة عقوبة، لأن هذا الخزان اللي هو يشتغل فيه، هذا هو خزان يشتغل فيفهم فيه. فما تدري أنت وين الخزان اللي راح الكون يعطيك منه العقوبة أو يعطيك منه المكافأة. لكن دائما إحنا لازم ننتبه وش القصة. ولا يعني إنه هذا الشخص هو عقاب إنه أنا راح أسكت، برضو نرجع، لا يعني أنت تعتقد أنت معاقب إنه أنا خليه ينتهك حدوده ينتهك وكذا وكذا. عموما هو إذا كان عقاب هو سوى اللي عليه ومشى، يعني يكون دعس الدعسة ومشى، صح ولا لا؟ إذا كان دعس ومشى. طولت عليكم سوري. أذكركم اللي يبغى يحضر تنظيف الكارما موجودة في الموقع sumayan369.net، وبرضو عندنا سولدي توكس الوعي الطفولي، الموسيقى التحولية، تطهير الروح من خلال التنفس، thank you ريم، تنظيف الجسد الفكري. نشوفكم إن شاء الله بكرة، تصبحون على حب.